يقول: أنا رجل في التبعيد أصدقاء منذ طفولتي، ولا زلت أتواصل معهم وأتفقد أحوالهم وأدخل بيوتهم، وكذلك هم ولهم أولاد بمثابة أولادي وبنات، وإذا رأوني أقبلنا يريدن مصافحتي وتقبيل رأسي، لكنني أمنعهن وأرى انكسار قلوبهن خاصة عند خروجي والرجوع منه، فما ترون في ذلك؟ نرى أنك على الصواب والحمد لله. ما الصافحة؟ ما يجوز للرجل أن يصافح امرأة أجنبية لا تحل له أو ليست من محارمه. لا يحل المصافحة الرجال للنساء. النبي صلى الله عليه وسلم ما مست يده يد امرأة لا تحل له قط، بل كان يبايع النساء بالكلام لا بالمصافحة. وقال صلى الله عليه وسلم: إني لا أصافح النساء. لا يجوز للرجل أن يصافح امرأة من غير محارمه أو امرأة لا تحل له من زوجاته.